أبرز التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ونائب وزير المالية عمرو المنير وكذلك رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، نتابعها في سياق هذا المؤتمر الذي أجري قبل قليل. نتابع. متوقع أن احنا نقفل هذا العام بقيمة دعم في حدود 110 مليار جنيه، يعني المخطط 35 أخذنا إجراءات في نوفمبر. على الرغم من هذه الإجراءات إنما العام المالي 2016-2017 إحنا متوقع أن إحنا نقفل بدعم حوالي 110 مليار جنيه تحملها قطاع البترول والموازنة العامة للدولة، يعني القطاع البترول في النهاية هو بيصب في الموازنة العامة للدولة. في العام الجديد متوقع لو ما أخدناش إجراءات إن إحنا كنا نوصل ل 145-150 مليار جنيه قيمة دعم، وده رقم كبير جداً لا يستطيع قطاع البترول ان هو يتحمله ولا الموازنة العامة، وفي حالة انه تتحمله الموازنة العامة ده هيكون على حساب قطاعات اخرى، هيكون على حساب التعليم والصحة والخدمات، وهيكون على حساب ايضا الدعم الاخر اللي احنا بنوجهه. وبالتالي كان لازم ناخد هذا الاجراء علشان نقدر نصحح المسار بالنسبة للدعم في العام المقبل بإذن الله. عايز أقول إنه الإجراء اللي احنا أخدناه هو إعادة توجيه للدعم، يعني احنا بنتكلم على دعم في 2017-2018 بنتكلم على 333 مليار جنيه، فاللي حصل إن احنا أخدنا جزء من قيمة الدعم الموجه للطاقة واستفدنا به في دعم آخر، ألا وهو الدعم اللي يهم المواطن محدود الدخل والفقراء في مصر، زي بطاقة التموين، زي برنامج تكافل وكرامة، زي زيادة المعاشات، وأيضا أخذنا جزء وزودنا بيه الأجور بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% للغير المخاطبين بخلاف العلاوات الدورية. يعني احنا هذا جزء من هذا الدعم، يعني خدنا الدعم ده ووجهناه لمحدود الدخل وأضفنا عليه كمان موارد أخرى بحيث ان احنا نعمل الحزمة الحماية الاجتماعية اللي احنا حضراتكم على علم بيها وكان اعلن عليها السيد رئيس الجمهورية. ده الاجراء اللي احنا اخدناه في الوقت الحالي، فاحنا عملنا حماية اجتماعية للمواطنين محدود الدخل والفقراء، وفي نفس الوقت اعدنا توجيه الدعم مرة اخرى لهذه الفئة من المجتمع. احنا دايما كنا بنقول ان الدعم لا يصل الى مستحقيه، ودايما بنقول انه ليس هناك عدالة في التوزيع فيما يخص الدعم. ده الاجراء اللي احنا بناخده النهاردة، احنا بنحاول النهاردة ان احنا نصحح مسار هذا الدعم بان احنا نقلل قيمة الدعم في الطاقة ونوجهه الى يعني قطاعات اخرى، سواء كان في التنمية، سواء كان في الخدمات، سواء كان في دعم مباشر للمواطن المصري محدود الدخل. ده الإجراء اللي احنا أخدناه النهاردة، وهذا الإجراء هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي اللي احنا بنشتغل عليها. احنا يعني لازم نبقى عارفين انه يعني هذه المرحلة لا تحتمل، زي ما قلت قبل كده، لا تحتمل ان احنا نؤجل القرارات. الدعم هو احد المشاكل التي واجهت مصر وما زالت تواجه مصر على مدار يمكن 40 سنة الماضية. احنا بنواجهها النهاردة وبنواجهها بقوة وبنواجهها بهدف ان احنا نصحح مسار هذا الامر ونعيده مرة اخرى الى المسار الصحيح، بحيث يبقى احنا بنقولش ما فيش دعم، احنا بنقول يبقى في دعم ولكن الدعم لمن يستحقه وليس دعم يعني بشكل عام لا يستفيد منه من يعني يحتاج فعلا لهذا. العام المالي 2017-2018 احنا بنتكلم على حوالي اجمالي قيمة الدعم في حدود 333 مقارنة ب 278 مليار في الموازنة الحالية، وكان متوقع انها تزيد شوية. جزء كبير جدا هيبقى موجه للمعاشات وجزء اخر للتموين ان شاء الله في خلال هذا العام. احنا بنسعى بإذن الله هذا العام في 2016-17 من المقدر ان احنا نقفل بعجز في الموازنة في حدود 10.8%
مقارنة ب 12.5 إلى 13% في السنوات السابقة. يعني ده أول سنة الحمد لله إن احنا نحقق 10.8 من 10، وإن كان هذا الرقم يعني رقم برضو ما زال مرتفع وإحنا بنعمل على خفضه. العام المقبل بإذن الله إحنا بنسعى لخفض الموازنة، عجز الموازنة العامة للدولة إلى حوالي 9.1 من 10 9.2 من 10، يعني نكسر 10% بإذن الله، وخفض قيمة الدين العام إلى في حدود 95%. دي كلها مؤشرات جيدة، دي كلها بتحقق لنا فرصة إن إحنا نوجه موارد أكتر للخدمات اللي بتهم المواطن: التعليم، الصحة، الإسكان الاجتماعي، مياه الشرب، الصرف الصحي، كل هذه، التموين، المعاشات، كل دي إن شاء الله تبقى موارد متاحة ويتم زيادة هذه الموارد وتوجيهها لهذه الأنشطة اللي بتهم المواطن المصري بشكل عام. أنا طبعا يعني اديت فكرة سريعة عن حاضر، أنا لو أذنتولي إحنا هنسمع معالي وزير البترول برضو، هو هيدي فكرة عن هذه الزيادات، وهيدي فكرة أيضا عن الموقف بالنسبة الموقف المالي لقطاع البترول في ضوء هذا يعني هذا المبلغ من الدعم، لأن إحنا بعد ما بنخلص يعني هذه الإجراءات اللي تم تنفيذها إحنا بنتكلم على دعم ما زال في حدود 105 إلى 110 مليار لا زال، ده بالنسبة للبترول فقط، يعني على الرغم من هذه الإجراءات اللي إحنا أخذناها. فأنا لو أذنتولي أنا عايز بس السيد وزير البترول هيدي فكرة عن هذه الزيادات، وبعدين هنسمع أيضا